بعد دخول الخيول الفرنسية إلى ساحة الأزهر بقيادة نابليون بونابرت وانهزام القوة المملوكية في مصر، برز سؤال مهم جدا، وهو سؤال ما سر وسبب تخلف الحالة الإسلامية والحالة العربية. والتصدي لهذا السؤال الكبير نتج عنه ثلاث إجابات أجزة في التالي. الإجابة الأولى قالت لابد أن نعود إلى الدين، وهي إجابة الشيخ. والإجابة الثانية قالت لابد أن نعود إلى التصنيع، نمتلك المصانع والمكن. والإجابة الثالثة قالت لابد أن نبني وأن ننشئ البرلمان حتى نضمن حكما سياسيا رشيدا. إجابة الشيخ الأولى أننا تخلفنا لأننا ابتعدنا على الدين، ولا أمل إلا في التقدم والرقي إلا أن نعود إلى الإسلام. وهذه الإجابة أعتقد يعني كان بها خطأ كبير جدا، لأنها افترضت أن الناس تخلفوا لأنهم تركوا الدين. والحقيقة مهما فعل الناس أو في المنطقة فهم مسلمون مؤمنون، وبالتالي الإجابة أن العودة للدين كمحرك للحضارة أو أساس للنهضة أعتقد لم تكن تقدم إجابات حقيقية وأدوات حقيقية للنهضة. الفريق الآخر قال لابد أن نبدأ في التصنيع، لأن أوروبا تقدمت عندما أدخلت المصانع والمعامل، فلابد أن نأتي بأحدث المصانع وبأقوى المكن حتى نتقدم وننتج، وبالتالي تنشأ نخبة صناعية جديدة ثم ينشأ حولها الفضاء السياسي. لكن إجابة الصانع أو إجابة المصنع خفي عنها أو نسيت أن المصنع لا يعمل في بيئة مفرغة، يحتاج إلى ثقافة الإتقان، إلى عامل مجيد، إلى مهارة، وهذا أمر كان غير متوفر، فأنشئت المصانع ولكن قلت الإنتاجية. الإجابة الثالثة وإجابة أننا بحاجة إلى إنشاء برلمان قوي وإجراء يعني نظم إدارية وديمقراطية، أنشأت برلمانات وجيء بنواب في داخل البرلمان، ولكن حياة نيابية ميتة وأحزاب كرتونية، وبالتالي لم ينجز البرلمان فعل حقيقي، نتيجة أن روحه غابت عن الحياة الديمقراطية، لا ثقافة ديمقراطية ولا أحزاب حقيقية ولا إيديولوجيات قوية في المجتمع. فبعد نابليون بونابرت نحن قدمنا ثلاث إجابات، إجابة الشيخ وإجابة الصانع وإجابة البرلماني. الثلاث إجابات لم تفلح في أن نجتاز سؤال التخلف والفقر والاستبداد. أعتقد محتاجين نراجع هذه الإجابات ونقدم إجابة جديدة. إن شاء الله سيكون ذلك في الحلقة القادمة من هذا البرنامج، وشاكر استماعكم. شكراً.